شخص ما أرسل إلي هذه المسألة، وهي مسألة صعبة، أصعب من معظم المسائل التي ستجدها في معظم الكتب المدرسية، لذا أعتقد أنها ستساعدنا جميعا في الحل، وهي من نوع المسائل التي عندما تقرأها أول مرة لا تفهمها، لكن عندما تفهم عن ماذا يتم التحدث فإنها تكون مثيرة للاهتمام. إذا يقال أن المنحنى الموجود في الشكل العلوي عبارة عن قطع مكافئ ويساوي إكس تربيع. إذا هذا المنحنى الموجود هنا هو واي يساوي إكس تربيع. دعونا نعرف ناظم السطح على أنه خط تقاطعه مع القطع المكافئ الموجود في الربع الأول عبارة عن خط متعامد على القطع المكافئ هنا في الربع الأول هنا. ويقال أن ناظم السطح عبارة عن شيء عندما يتقاطع الربع الأول مع القطع المكافئ يكون ناظم سطح للقطع المكافئ، فإذا أردت أن أرسم خط قاطع هناك فإن هذا الخط يعتبر ناظم سطح لخط التقاطع. هذا هو كل شيء، هذا هو ناظم السطح موجود هنا، هذا كافي. يوجد في الشكل عدد 5 من ناظم السطح، 1، 2، 3، 4، 5، هذا كافي. جميعهم يبدون متعامدين أو ناظمي سطح على القطع المكافئ في تقاطع الربع الأول. إذا هذا منطقي. للحظة ما فإن إحداث إكس لتقاطع الربع الثاني لناظم سطح القطع المكافئ سيصغر. كلما صغر إحداث إكس لتقاطع الربع الأول، إذا دعونا نرى ماذا يحدث كلما صغر ربع إكس من التقاطع الأول. إذا هذا حيث انتقلت باتجاه آخر من هذا النص، فإذا بدأت على هذه النقطة هنا فإن إحداث إكس الموجود هنا سيبدو هكذا. دعوني أنزل للأسفل، إحداث إكس يقع هنا، ومن ثم كلما انتقلت إلى إحداث إكس أصغر لنفترض أنه هذا الموجود هنا، ماذا سيحدث لناظم السطح؟ أو الشيء الأكثر أهمية، ماذا يحدث لتقاطع ناظم السطح في الربع الثاني؟ هذا هو الربع الثاني، إنه يقع هنا. إذا عندما كان لدي قيمة x أكبر فإن ناظم السطح يتقاطع هنا في الربع الثاني، ثم عندما أحضرت قيمة x التي لدي إن قيمة x هنا، لأن هذه هي النقطة التالية هنا، قيمة x التي لدي تقع على التقاطع هنا. في الواقع إن الصياغة سيئة، يقال أن تقاطع الربع الثاني يأخذ بالصغر، لكن في الواقع إنه لا يصغر بل إن سالبيته تقل. أعتقد الأصغر يمكن أن يكون قيمة مطلقة أو حجم، لكن في الواقع سالبيته تقل، إنه يتحرك هنا لكنه في الواقع يصبح عددا أكبر. إنه يصبح أقل سالبية أي عددا أكبر، لكن إذا فكرنا في القيمة المطلقة أعتقد أنه يبدأ بالصغر. وانتقلنا من تلك النقطة إلى هذه النقطة كلما أننا حركنا الإكس إلى تقاطع الربع الأول، فإن تقاطع الربع الثاني أيضا يتحرك قليلا من ذلك الخط إلى هذا الخط، هذا كافي. لكن أخيرا إن تقاطع الربع الثاني لناظم السطح يصغر قدر المستطاع، فإذا استمرينا بتقليل قيمة x في الربع الأول سنستمر في وضعه في الربع الأول كلما اقتربنا من هذه النقطة، ومن ثم إن هذه النقطة تقاطع الربع الثاني هنا، ومن ثم إذا قمت بتقليل قيمة x في الربع الأول بالتالي فإن ناظم السطح يبدأ بالتقاطع في الربع الثاني مع أعداد سالبة أكثر فأكثر. إذا بإمكانك أن تعتبر هذا وكأنه الأعلى قيمة أو أقل قيمة مطلقة على أي ناظم سطح يمكنه التقاطع في الربع الثاني.
دعوني أجعل ذلك واضحا. هنا في الأعلى كنت تتقاطع عندما كان لديك قيمة x كبيرة في الربع الأول، كان لديك قيمة سالب x كبيرة في تقاطع الربع الثاني، ومن ثم كلما قللت من قيمة x هنا كان لديك قيمة صغيرة سالبة، إلى أن حصلت على هذه القيمة الموجودة هنا. فقد حصلت على هذه، والتي يمكنك اعتبارها أصغر قيمة سالبة يمكن الحصول عليها. من ثم عندما أدخلت قيمة x التي لديك أكثر، فإن ناظمات السطح هذه بدأت بالرجوع مرة أخرى خارجا في الربع الثاني، ذلك على ما أعتقد ما قد تم التحدث عنه. إن ناظم السطح الأقصى موضح بصورة خط سميك في الشكل، هذا هو ناظم السطح الأقصى، إنه يقع هنا. إذن هذا هو الأقصى، ذلك العميق والسميك، ناظم السطح الأقصى. بعد هذه النقطة، عندما أدخلت قيم x التي لديك بشكل أكبر، فإن التقاطع في الربع الثاني يبدأ بإدخال بعضا منهم، ويمكنك أن تفكر بناظم السطح. إذا رسمت ناظم السطح هنا، فإن التقاطع مع الربع الثاني سوف يكون في الخارج هنا في مكان ما، على الرغم من أنه يبدو أنه يتقارب بعض الشيء، لكنني لا أعرف. دعونا نقرأ باقي المسألة. عندما يقطع ناظم السطح ناظم السطح الأقصى، فإن إحداث x لتقاطعات الربع الثاني لهما هو ما يبدأ بزيادة القطع المكافئ، وهما في الواقع عندما يقال أنهما يبدأان بالزيادة فإنهما في الواقع يصبحان أكثر سالبية. إن تلك الصياغة سيئة، يجب علي أن أغير هذا لشيء أكثر سالبية، أو أنهما أصبحا أعداد أكبر سالبية، لأنه عندما تذهب لأقل من ذلك، بالتالي فإن جميع تقاطعات إكس الحالية تبدأ بالدخول أكثر في الربع الثاني. هذا كافي. إن الشكل يوضح زوجان من ناظمات السطح. إن ناظما السطح للزوج يمتلكان نفس تقاطع الربع الثاني مع القطع المكافئ، لكن واحدا يقع فوق ناظم السطح في الربع الأول والآخر يقع تحته، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، إن هذا الموجود هنا، هذا عندما يكون لدينا قيمة x أكبر، إنه يتقاطع مع الربع الثاني هنا. ثم إذا قللت قيمة x أكثر، إذا قللتها بقدر كافي، فإنك تعبر ناظم السطح الأقصى، وبالتالي تصل إلى هذه النقطة، ثم هذه النقطة إنه يقاطعها، أو في الواقع إنك تذهب إلى هذه النقطة. فإذا أدخلت قيمة x التي لديك بالقدر الكافي، فأنت مرة أخرى تقطع على نفس النقطة في الربع الثاني. إذا أتمنى أنني أوضح هذا بطريقة منطقية، كما أنني أحاول أن أجعل هذه المسألة منطقية بعض الشيء. حسنا، الآن ما المطلوب معرفته؟ وأعتقد أن لدي الوقت للجزء الأول من هذا فقط، ربما أنني سوف أجري الجزء الثاني في عرض آخر. أوجد معادلة ناظم السطح. حسنا، إن ذلك يبدو مضللا للغاية في البداية، لكنني أعتقد أن مجموعة أدوات المشتقات التي لدينا وما نعرفه عن معادلات الخط يجب أن تمكننا من الوصول إلى هنا. إذا ما هو ميل الخط القاطع على أي نقطة على هذا المنحنى؟ حسنا، نأخذ مشتقة y يساوي x تربيع و y فتحة يساوي 2x، هذا هو ميل الخط القاطع على أي نقطة x. إذا ميل الخط القاطع على أي نقطة x، فإذا أردت أن أعرف ميل الخط القاطع على x نوت، أي على x معينة، فسوف أقول حسنا دعوني أفترض أن الميل سيكون 2 x نوت، أو دعوني أقول أن f الـ x نوت يساوي 2 x نوت، هذا هو الميل على أي x نوت معين يقع على الخط القاطع.
الآن ميل ناظم السطح متعامد على هذا، إذن الخط المتعامد، ولن أقوم بمراجعته هنا، لكن خط التعامد له ميل المعكوس السالب. إذن ميل ناظم السطح على X نوت سيكون المعكوس السالب. لهذا، لأن هذا هو ميل الخط القاطع X نوت، لذا سيساوي ناقص واحد تقسيم 2 X نوت. هذا كافي. الآن ما هي معادلة ناظم السطح على X نوت؟ دعونا نفترض أن هذا هو X نوت الموجود في السؤال. ما هي معادلة ناظم السطح هناك؟ حسنا، يمكننا استخدام نموذج نقطة الميل الموجود في السؤال. إذن هذه النقطة الموجودة هنا ستقع على ناظم السطح، وهي النقطة X نوت تربيع، لأن هذا هو الرسم البياني لـ y يساوي x تربيع. إذن ناظم السطح هذا يحتوي أيضا على هذه النقطة، لذا يمكن أن نقول أن معادلة ناظم السطح، دعوني أكتبها، تساوي إن هذا عبارة عن حسنا تعريف نموذج نقطة الميل للخط. تقول y ناقص نقطة y وهي x نوت تربيع، تلك موجودة هناك، يساوي ميل ناظم السطح ناقص واحد تقسيم 2 x نوت ضرب x ناقص نقطة x التي نحن عليها، أي x ناقص x نوت. هذا هو تعريف ناظم السطح. لذا دعونا نرى، وما نهتم لأمره هو عندما يكون x نوت أكبر من صفر. نهتم لأمر ناظم السطح عندما نكون في الربع الأول، إننا في جميع هذه القيم الآن. إذن تلك هي معادلة ناظم السطح، ودعونا نحلها بوضوح بدلالة x. إذن y عبارة عن اقتران x. حسناً، إذا أضفت x نوت تربيع لكلا الطرفين فسوف تحصل على y. في الواقع دعوني أضرب هذا، يساوي أحصل على ناقص واحد تقسيم 2 x نوت ضرب x، ومن ثم لدي موجب، لأن لدي سالب ضرب سالب، إذن موجب واحد تقسيم 2 x نوت و x نوت يتم حذفهما، ومن ثم علي أن أضيف x نوت لكلا الطرفين. إذن كل ما فعلته للتو هو عبارة عن الجزء الأول هذا الموجود هنا، ومن ثم علي أن أضيف هذا لطرفي المعادلة. لذا لاحقا يكون لدي زائد x نوت تربيع. إذن هذه هي معادلة ناظم السطح في نموذج mx زائد b. هذا هو ميله، هذا هو m، من ثم هذا هو تقاطع y له، إنه b. الآن ما الذي نهتم لأمره؟ نهتم لمكان تقاطع هذا الشيء، نهتم لمكان تقاطعه للقطع المكافئ، والقطع المكافئ ذلك مباشر جدا، إنه عبارة عن y تساوي x تربيع. إذن لكي نجد مكان تقاطعهما علينا أن نضع أن قيمتا y متساويتان، إذن يتقاطعان مكان تقاطع قيم x، و y تساوي x تربيع هذه يجب أن تساوي y تلك، أو يمكننا أن نعوض هذا مكان y تلك. إذن نحصل على
إكس تربيع يساوي 1 تقسيم 2 إكس نوت مضروبة في إكس زائد 1 تقسيم 2 زائد إكس نوت تربيع. هذا كافي، دعونا نضع هذا بمعادلة تربيعية أو نحاول حلها. إذا يمكننا أن نطبق المعادلة التربيعية. إذا دعونا نضع جميع هذا على الجانب الأيسر، فنحصل على x تربيع زائد 1 تقسيم 2 x نوت ضرب x ناقص 1 تقسيم 2 زائد x نوت تربيع، هذا كله يساوي 0. كل ما فعلته هو أخذت جميع هذا ووضعته على الجانب الأيسر من المعادلة. الآن إن هذه عبارة عن معادلة تربيعية نموذجية، لذا يمكننا أن نجد الآن قيم X التي تحقق هذه المعادلة التربيعية، وهذا سيوضح لنا موقع تقاطع ناظم السطح والقطع المكافئ. لذا دعونا نطبق المعادلة التربيعية هنا. قيم x الممكنة حيث تتقاطع x تساوي ناقص b. إنني أقوم بتطبيق المعادلة التربيعية. إذا ناقص b يساوي ناقص 1 تقسيم 2 x نوت زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل b تربيع. إذا هذا عبارة عن مربع ذلك، إنه 1 تقسيم 4 x نوت تربيع ناقص 4 AC. هذا سالب شيء ما ضرب 1 ضرب سالب 4. إذا سوف أحصل على سالب ضرب سالب، وهذا يساوي موجب. إذا هو عبارة عن 4 ضرب هذا، لأنه يوجد 1 هناك، إذا زائد 4 ضرب هذا الموجود هنا. إذن 4 ضرب هذا يساوي 2 زائد 4 إكس نوت تربيع. كل ما فعلته هو هذا الموجود هنا هو 4 أي سي. يتم حذف السالب مع السالب ونحصل على موجب، يوجد 1. إذن 4 ضرب سي تساوي 2 زائد 4 إكس نوت تربيع. لقد ضربت هذا باثنين، وبالطبع إن جميع هذا يجب أن يكون مقسوما على اثنين ضرب a، و a هنا عبارة عن اثنين. لذا دعونا نرى إذا كان بإمكاني أن أبسط هذا. تذكروا ما أفعل، إننا نجد مكان تقاطع ناظم السطح والقطع المكافئ. الآن على ماذا نحصل هنا؟ إن هذا يبدو متشعبا. دعوني أرى إذا أمكنني أن أبسط هذا قليلا. لذا دعونا نحلل، دعوني أعيد كتابتها. يمكنني أن أقسم كل شيء على 1 تقسيم 2، إذا هذا ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت. لقد قسمته على 2 زائد أو ناقص 1 تقسيم 2، وذلك يساوي هذا الواحد تقسيم 2 الموجود هنا ضرب الجذر التربيعي. دعوني أرى ما يمكنني تبسيطه هنا. إذا استخرجت العامل المشترك 4 تقسيم إكس نوت تربيع، بالتالي كيف تصبح العبارة؟ إذا هذه العبارة الموجودة هنا ستصبح x نوت للقوة 4 زائد. الآن ماذا تصبح هذه العبارة؟ هذه العبارة تصبح 1 تقسيم 2 x نوت تربيع. وحتى نتحقق من هذا نضرب
4 ضرب 1 تقسيم 2 ونحصل على 2، ومن ثم يتم حذف x نقط تربيع. إذا نكتب هذه العبارة: ضرب ذلك يساوي 2. ومن ثم لدينا زائد، الآن قد استخرجنا العامل المشترك 4 تقسيم x نقط تربيع، إذا زائد 1 تقسيم 16. دعوني أرتفع لأعلى قليلا، ويمكنك أن تتحقق من أن ذلك سينجح. إذا أردت أن تضرب هذا فيجب أن تحصل على كل هذا الشيء. إنني أشعر بالراحة هنا، لأن هذه يجب في الواقع أن تحل بإتقان. إذا كم تساوي هذه؟ تقاطع ناظم السطح والقطع المكافئ يساوي هذا ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت زائد أو ناقص 1 تقسيم 2 ضرب الجذر التربيعي لهذا الشيء. والجذر التربيعي أي هذا الشيء الموجود هنا هو 4 تقسيم إكس نوت تربيع. الآن ما هذا؟ إنه في الواقع ولحسن حظنا مربع كامل، ولا أريد الخوض في التفاصيل لأنه بالتالي سيصبح العرض طويلا جدا، لكني أعتقد أنه يمكنك أن تدرك أن هذا إكس نوت تربيع زائد 1 تقسيم 4. إذا كنت لا تصدقني فقم بتربيعه هناك وسوف تحصل على هذه العبارة. ولحسن الحظ إن هذا مربع كامل، لذا يمكننا أن نأخذ جذره التربيعي، وبذلك نحصل على نقطة تقاطعهما أو ناظم السطح والقطع المكافئ. وهذه مسألة متشعبة حقا. إن نقاط تقاطعهما هي ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت زائد أو ناقص 1 تقسيم 2 ضرب الجذر التربيعي لهذا، والجذر التربيعي لهذا هو الجذر التربيعي لهذا، أي هو 2 تقسيم إكس نوت ضرب الجذر التربيعي لهذا، وهو إكس نوت تربيع زائد 1 تقسيم 4. وإذا أردت أن أعيد كتابة جميع هذا فسوف أحصل على ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت. دعونا نرى هذا الواحد تقسيم 2 وهذه الاثنين يتم حذفهما، أليس كذلك؟ إذا زائد أو ناقص، الآن لدي 1 تقسيم إكس نوت ضرب إكس نوت تربيع. إذا لدي 1 تقسيم إكس نوت، آسف، علينا أن نكون حذرين جدا هنا. إكس نوت تربيع تقسيم إكس نوت يساوي إكس نوت. سأكتب هذا باللون الأصفر كي تعرفوا ما أتعامل معه. هذه العبارة ضرب هذه العبارة يساوي إكس نوت، ومن ثم لدينا زائد 1 تقسيم 4 إكس نوت، وجميع هذا داخل أقواس. إذا هاتان نقطتان توضحان موضع تقاطع ناظم السطح والقطع المكافئ. دعوني أكون واضحا، تلك النقطتان هما، إذا كانت هذه إكس نوت التي نتعامل معها تقع هنا، عبارة عن هذه النقطة وهذه النقطة، ولدينا زائد أو ناقص هنا، إذا هذا سيكون جزءا موجبا وهذا سيكون الجزء السالب. في الحقيقة إن الجزء الموجب يجب أن يبسط إلى إكس نوت. دعونا نرى إذا كانت هذه هي الحالة. دعونا نرى إذا كان الجزء الموجب يبسط إلى إكس نوت. إذا هاتان هما النقطتان. إذا أخذت الجزء الموجب فإن ذلك يجب أن يكون تقاطع الربع الأول. إذا x تساوي ناقص 1 تقسيم 4 x نوت زائد x نوت زائد 1 تقسيم 4 x نوت، ويتم حذفه في الواقع، ذلك يتم حذفه. إذا x نوت عبارة عن واحدة من نقاط التقاطع والتي تبدو منطقية تماماً، لأن تلك هي الكيفية التي عرفنا بها المسألة. إذا هذا هو تقاطع الربع الأول. التقاطع الربع الثاني سيكون حيث نأخذ الإشارة السالبة هنا.
إذن إكس سأسميها في تقاطع الربع الثاني تساوي ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت ناقص هذا كله إذن ناقص إكس نوت ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت ماذا لدينا الآن؟ دعونا نرى لدينا ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت ناقص 1 تقسيم 4 إكس نوت هذا يساوي ناقص إكس نوت ناقص 1 تقسيم 2 إكس نوت إذا ناقص 1 تقسيم 2 إكس نوت فإذا أخذت ناقص 1 تقسيم 4 ناقص 1 تقسيم 4 سأحصل على ناقص 1 تقسيم 2 وبذلك فإن تقاطع الربع الثاني كل ذلك سينجح لقد حصلت على هذه النتيجة تقاطع الربع الثاني أتمنى أن المساحة لم تنفذ تقاطع الربع الثاني لناظم السطح والقطع المكافئ هو ناقص إكس نوت ناقص 1 تقسيم 2 إكس نوت الآن إن هذه بحد ذاتها تعتبر نتيجة متقنة لكن لسوء حظنا لم ننتهي من المسألة لأن المسألة تتطلب منا أن نجد تلك النقطة أي نقطة التقاطع الأعلى هذا يسمى بناظم الخط الأقصى ناظم الخط الأقصى هو عندما يحقق تقاطع الربع الثاني أعلى نقطة أعلم أنها تسمى بأصغر نقطة لكنها أصغر قيمة سالبة لذا هي أعلى نقطة إذن كيف نجد النقطة الأعلى؟ حسناً لدينا تقاطع الربع الثاني بصورة اقتران للربع الأول x بإمكاني أن أعيد كتابة هذا أي تقاطع الربع الثاني بصورة اقتران x نوت يساوي ناقص x ناقص 1 تقسيم 2 x نوت إذن هذا سيصل إلى نقطة أعلى أو أقل عندما تساوي مشتقتها الصفر إن هذا مفهوم غير تقليدي وذلك ربما أصعب شيء عن هذه المسألة لكن دعونا نأخذ هذه المشتقة بالنسبة لـ x نوت إذن تقاطع الربع الثاني مشتقة ذلك بالنسبة لـ x نوت يساوي إن هذا مباشر جداً إنه يساوي ناقص 1 ومن ثم لدي ناقص 1 تقسيم 2 ضرب هذا يعادل x للقوة ناقص 1 إذن هو ناقص 1 ضرب x نوت للقوة ناقص 2 بإمكاني إعادة كتابة هذا كالتالي ناقص 1 تقسيم 2 ضرب x نوت للقوة ناقص 1 لذا تضع قوته خارجا وتقللها بمقدار 1 إذن هذه هي المشتقة بالنسبة لتقاطع الربع الأول إذن دعوني أبسطها إذن x أي تقاطع الربع الثاني مشتقته فيما يتعلق بتقاطع الربع الأول يساوي ناقص 1 الناقص 1 تقسيم 2 وناقص 1 يصبحون موجبين عندما تضربهم وبذلك زائد 1 تقسيم 2 إكس نوت تربيع الآن هذه ستصل إلى الأعلى أو الأدنى عندما تساوي الصفر لذا دعونا نضع أن هذا يساوي صفر ومن ثم نحل هذه المسألة هناك حسناً نضيف 1 لكلا الطرفين ونحصل على 1 تقسيم 2 إكس نوت تربيع أو يمكنك أن تقول أن ذلك يعني أن 2 إكس نوت تربيع يجب أن يساوي 1 إذا عكسنا طرفي هذه المعادلة أو بإمكاننا أن نقول أن
إكس نوت تربيع تساوي 1 تقسيم 2، أو إذا أخذنا الجذر التربيعي لطرفي تلك المعادلة سنحصل على إكس نوت تساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ2. والآن نحن قريبون جدا، لقد أوجدنا قيمة إكس نوت والتي أعطتنا ناظم السطح الأقصى، أي هذه القيمة الموجودة هنا. دعوني أكتبها بلون جميل. هذه القيمة الموجودة هنا التي أعطتنا ناظم السطح الأقصى والذي يوجد هنا، وهو إكس نوت تساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ2. الآن المطلوب منا أن نجد معادلة ناظم السطح الأقصى. حسنا، معادلة ناظم السطح الأقصى قد أوجدناها بالفعل هنا، إنها هذه معادلة ناظم السطح، عبارة عن ذلك الشيء الموجود هناك. فإذا أردنا معادلة ناظم السطح على هذه النقطة القصوى الموجودة هنا والتي أنشأت ناظم السطح الأقصى، أقوم بتعويض 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ2 مكان إكس نوت. على ماذا أحصل هنا؟ أحصل على، وهذا هو الجزء المريح وهذا هو الجزء الأعجم في المسألة، واي ناقص إكس نوت تربيع. إكس نوت تربيع تساوي 1 تقسيم 2، الجذر التربيعي لـ1 تقسيم 2 تربيع يساوي 1 تقسيم 2 يساوي ناقص 1 تقسيم 2 إكس نوت. دعونا نكون حذرين هنا، إذا ناقص 1 تقسيم 2 ضرب 1 تقسيم إكس نوت. 1 تقسيم إكس نوت يساوي الجذر التربيعي لـ2، كل ذلك مضروبا بإكس ناقص إكس نوت. إذا ذلك يساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ2، إكس نوت تساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ2. دعونا نبسط هذا قليلا. إذا معادلة ناظم السطح لدينا، على افتراض أنني لم أرتكب أي خطأ غير مقصود، يساوي إذا واي ناقص 1 تقسيم 2 تساوي، دعونا نرى، إذا ضربنا ناقص الجذر التربيعي لـ2 تقسيم 2 ضرب إكس، من ثم إذا ضربت الجذر التربيعي لـ2 تقسيم هذا سيكون الناتج 1، ومن ثم لدي سالب وسالب، إذا يصبح لدي موجب 1 تقسيم 2. أعتقد أن ذلك صحيحا، أجل، موجب 1 تقسيم 2 هذا ضرب هذا ضرب ذلك يساوي موجب 1 تقسيم 2، ومن ثم نصل إلى لب الموضوع، نضيف 1 تقسيم 2 لطرفي هذه المعادلة ونحصل على معادلة ناظم السطح الأقصى، وهي y تساوي ناقص الجذر التربيعي لـ2 تقسيم 2 مضروبة في x. إذا أضفت 1 تقسيم 2 لطرفي هذه المعادلة ستحصل على موجب 1، ومن هنا نبدأ. تلك هي معادلة ذلك الخط، على افتراض أنني لم أرتكب أي خطأ غير مقصود، لكن حتى لو ارتكبته أعتقد أنك قد أدركت فكرة كيفية حل هذه المسألة.